تنضم إلينا من تونس مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني. بداية نسرين، أهلا بك، أطلعينا أكثر على ما صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد. مرحبا فيروز. نعم، الرئيس قيس سعيد صرح فيما يتعلق بالفساد وقال ان الدوله ستطبق القانون على الجميع على قدم المساواه، وايضا قال ان من يتامرون على امن الدوله ومن يعني يهددون الامن الغذائي للتونسيين من خلال الاحتكار والمضاربه وغيرها من الممارسات التجاريه السلبيه ستتصدى لها الدوله بكل حزم. وكان الرئيس التونسي في العام الماضي قد اصدر مرسوما رئاسيا يجرم الاحتكار والمضاربه، وايضا كثفت الحكومه بكل اجهزتها عمليات المراقبه على مسالك توزيع المواد الغذائيه وفي الاسواق. وايضا هناك هذه المراسيم التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد وصدرت بالامس فيما يتعلق بالجلسه الاولى للبرلمان وغيرها من تنقيح قانون الانتخابات والانتخابات البلديه وانتخابات مجلس الاقاليم والجهات. طيب نسرين، ما هي التوقعات في تونس حول الجلسه الافتتاحيه لمجلس النواب؟ نعم، فيما يتعلق بهذه الجلسة الافتتاحية التي ستنعقد يوم الاثنين 13 مارس الجاري بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد ونشر بالأمس في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية، سيتمكن نواب البرلمان الجدد من يعني وضع نظام داخلي وانتخاب رئيس للبرلمان، ويعني في الجلسات اللاحقة ستتم يعني مراقبة كل الترتيبات المتعلقة بسير بعمل البرلمان. فيما يتعلق بالجلسة الافتتاحية، يتوقع التونسيين يعني أن يتم في البداية التصويت لرئيس البرلمان، سيكون الشخص الذي يتحصل على النسبة الأكبر من أصوات النائبين، وأيضا إذا تمت يعني كان هناك أرقام متساوية في هذا الشأن فسيتم انتخاب الأكبر سنا لرئاسة البرلمان طبعا بين المترشحين لهذا المنصب. وأيضا سيكون هناك النظام الداخلي للبرلمان الذي بموجبه سيتم تركيز لجان البرلمان فيما يتعلق بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نسرين، تحدث الرئيس التونسي عن مواجهة الدولة للاحتكار والمضاربة وأنها لن تقف أمام من يريدون تجويع الشعب. من المقصود بهذا القول من الرئيس التونسي؟ وهل الجشع التجاري أم الفاسدين الهاربين أيضا هم من أشار لهم الرئيس التونسي؟ نعم، الحقيقة أن تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة جاءت تأكيدا وتجديدا من قبله على تصريحات سابقة أكد عليها ضرورة محاربة الفساد والاحتكار والوقوف بوجه كل من يتآمر على أمن الدولة. منذ فترة بدأت تونس يعني في حملة توقيفات شملت عددا من الوجوه السياسية البارزة وأيضا رجال أعمال وإعلاميين وحتى نقابيين، وقال الرئيس قيس سعيد أن تهمة هؤلاء هي التآمر على أمن الدولة، وأشار أيضا إلى أن بعض من تم توقيفهم يعني توكل لهم بعض التهم أو توجه وتحوم حولهم الشبهات فيما يتعلق بالتلاعب في مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية، وهذا ما تسبب في نقصها في الأسواق التونسية. يعني كل هذا هؤلاء من ربما هم من يشير إليهم الرئيس قيس سعيد بحسب ما يقول المتابعون والمراقبون للشأن السياسي التونسي. أيضا الرئيس التونسي كان في تصريحات سابقة أكد على أن من يستغلون الظرف ويصطادون في المياه العكرة لإثارة الفتنة في البلاد هم يعملون فقط لمصالحهم الخاصة وخدمة لمصالحهم السياسية وحساباتهم، حتى وإن كان هذا الأمر على حساب مصالح الشعب وأمنه القومي والغذائي وكل هذا الأمر. وأيضا قال إن حتى من استثمروا أو استغلوا مشكلة المهاجرين وتصريحات الرئيس قيس سعيد قاموا بتحريفها وإخراجها من سياقها لإثارة الفتنة والاستهداف فقط الرئيس، فقط
فقط لأنهم يعارضونه ويعارضون توجهاته، وليس لأنهم بالفعل يخافون على مصالح الشعب التونسي وأمنه واستقراره. من تونس مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من هناك.